وصلنا للجادرية يم جامعة بغداد قريبين، اكو وكالة مفتوحة جديدة لانه شركة بيزا هات صار عندها مشاكل اقتصادية بسبب الكورونا والاوضاع صارت، لهذا غلقت 300 فرع غير ناجح واطرح حول العالم، لكن فتحت 900 فرع اخرى. هذا KFC ويمه بيزا هات. هذا الفيلم مو دعائي للأكل، ترويج السياحة بالعراق، وهذا مطعم جديد فتح، هو مطعم دولي، فبيوم افتتاح البارحة كان بالعيد فتح، هذا لازم ينبه الناس إنه بيتزا هات موجود. هذا البيتزا هات اليوم ثاني يوم افتتاح، ومثل ما قلنا صار عنده مشاكل مال التصوير، وطلعنا موبايل الكاميرا قلنا نصور بالكاميرا. هذا المنيو الاصلي، واحد لبس واحد مايا. ايوه هاي حجم وسط جت في البان، هذه سبايسي تشيكن، عاد ابو ساره يتحمل السبايسي تشيكن ما ندري، عاد نظرته شويه شريره قلب هو من المحتويات. يلا قصقص ابو ساره، هذا من المحتويات. اي على كيفك تكسر الشيشه همينة. اي لا لا هاي بان هاي هيك، هاي هاي نشيل بيها، هاي نشيل بيها هذه، بس نشيل لك ها قلت لك اي عندي بيبسي ومي، هنا بيبسي. شكرا. يعني انا حسب رايي انه هذه اطيب بيتزا، لان بغداد احنا ما عندنا بيتزا حقيقيه، اكو كم مكان زينه شويه بس مو حقيقيه. انت شنو رايك ابو ساره؟ والله طيب مو؟ يعني انا ما اكل قليل بيتزا صحيح، أي. بس هاي طيبه. اي هذا البيتزا Thank you.